انا في مشواري انجزت او كنت صاحب بصمه في حاجه معينه، اهم المحطات بالتأكيد دي بالنسبه لاشرف ممدوح. كان في محطات مهمه جدا الحقيقه. يمكن مشواري في النادي الاهلي الحقيقه كان في كام عقبه في البدايه كده، او سوء حظ او عدم توفيق، يعني هسميه سوء حظ، لانه وانا في النادي الاهلي منتخب اولمبي انا كنت اساسي طول الفتره دي، كنت بلعب انا واسامه نبيه وكان تحتنا حازم، حازم امام كان متواجد مستر ستايكو مع المنتخب الاولمبي. كل البطولات اللي خضناها كنت انا الاساسي في الفريق، يعني ابتديت اشارك مع النادي الاهلي في مباريات، وهاجي لك النادي الاهلي ان كان صعب جدا جدا ظهور اي ناشئ وقتها. الامور دلوقتي اسهل بكتير جدا لما يكون متواجد كابتن محمد رمضان، كابتن حسام حسن، كابتن ايمن شوقي، فيليكس، اربع مهاجمين الحقيقه يعني من العيار الثقيل جدا طبعا، اي واحد منهم كفايه جدا يلعب نادي الاهلي او 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 لوحده او مع منتخب مصر كمان. أيوة. فكان صعب جدا ظهور اي حد ممكن يشارك حتى في التدريبات، يعني كان صعوبه كمان ان احنا نشارك معاهم في التدريبات. امر محبط، يعني يقتل الدوافع او يخليك حاسس ان الحصول على فرصه في حد ذاته ده شيء صعب جدا، وبالتالي يعني بكلم عن الناحيه المعنويه، يعني مين يعرف ازاي بتحس بيها وازاي بتتعامل معاها. هو وجودي في المنتخب الاولمبي كان بيديني ثقه اكبر، لانك يعني بتلعب بشكل اساسي. الحمد لله كنت هداف المنتخب الاولمبي في الفتره دي، اول واحد راح منتخب قومي او اختير من ضمن المنتخب الاولمبي مع كابتن طه اسماعيل وقتها، من ضمن مجموعه المنتخب الاولمبي كنت انا الحمد لله. يمكن الفتره دي الحقيقه كانت فتره مهمه جدا جدا في حياتي مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، لان مستر سايكو كان مهتم جدا جدا بيا انا وهشام حنفي واحمد سامي، كنت تحديدا الثلاث اسماء دول، ويمكن انا اول واحد شاركت من المجموعه دي في مباراه النادي المصري. أيوة. كان في اهتمام كبير جدا منه، لان هو كان عايز يدفع ببعض السن او الاعمار الصغيره، وهو كان شايف الحمد لله ان انا كان بيتكلم معايا دايما ان انا ان شاء الله هكون امل النادي الاهلي، ولكن ظروف بقى انتقال مستر ستايكو منتخب اولمبي. أيوة. رحيله، ظروف رحيل مستر هاريس، ظروف رحيل كابتن طه اسماعيل في نفس التوقيت، والحقيقه الثلاثه رحلوا في نفس التوقيت، ودي كانت ضربه الحقيقه صعبه جدا لما يبقى حد مقتنع بيك جدا جدا يمشي ويسيبك مره واحده، بتبقى صعبه جدا محتاج. طبعا فدي طبعا يعني بمناسبه الاسماء اللي انت ذكرتها